هو لسه ما جاش، لكن اكيد هيجي قريب قوي. ده انت شفتهم جايبينك ليسا؟ لا، ده ما بقاش اسمي. انا على الطريق الصح، مش هيبقى لي اسم بعد النهاردة. وكلنا كده، كل الناس اللي يهموني ماتوا. ليسا اسمعي، انت عارف احنا ليه عايزين نبقى زيهم؟ قصدي زي المسوخ. لا، ده علشان ما بيفتكروش اللي خسروه. ومين اللي خسروه؟ ليسا احس اختفت. هو ده العقل الواحد، يكون حر. ايوه حراراك جسمك زي الطبع الفاضي. حس بيه، حس بيه. اعطيني فرصة. انضم لينا يا إما الحرارات، وانا انضم لينا يا إما الحرارات. مش هنعرف يخزنوا فين. هاخد معداتي. خليك حر، احنا بنجرح طريقك للحرية. حس بيها. ده نفع. النار، قولوا لي فين النار. كبيرة أكيد هتشوفها. في حاجة غلط. في حاجة غلط.
ريحة هنا. أنا شفت حاجة. ودلوقتي بقى فين حاجتي؟ لازم أبص. إزاي أخرج من هنا؟ هو ده. انا هاخد دي. طيب انا عندي سؤال ليكم، ايه الفايدة؟ بتستدرجوا الناس لهنا، تأذوهم، تسرقوا حاجاتهم، وبعدين تاخدوها كلها وترموها في النار هناك، ايه الفايدة من ده؟ مش معقول خالص. او اهلا. ايوة عندي سؤال تاني ليه. فين حاجتي؟ حاجتي جاكتتي الجلد، جاكتة الجلد مين اخدها؟ مش عارف. تمام استنى، هو لسه ماشي، لسه واخدها ومشي، ما بقالوش كتير. انضم لينا وابقى مهتدي. لازم ابص على القرب. معنى ايه؟ لازم يكون الطريق ده. لسه ماشي. لازم أبص. شايف حاجة؟ ده أثر جديد.
لازم أروح أبص. في حنا شوف حنا. هاي ممكن خدمة؟ اخلع البتاع دي. احنا هنخلص على روحك. شكرا. ارتقي يا حقير. محدش هيعرف لك طريق. لا حقير. يا سافل وطي. ليسا ليسا اسمعيني. طيب هم عارفين انك حررتيني، المكان مش امان هنا ليكي، تعالي معايا الاول. تمام ما تجيش معايا، لكن ما ينفعش تفضلي هنا، لازم تهربي لانهم هيقتلوكي، انت فهماني؟ ايوه. يلا اسمعي، اجري بأقصى سرعتك وابعدي عن الطرق، استمري مهما حصل. يلا احنا بنمشي ورا كارلوس. عقل واحد. أنا مش مصدق. بوزر سمعني؟ بوزر لو سمعني اعرف انه سكيزو خاين. الممزقين جايين يا بوزر، حذر ايرون مايك.
هنا. ما كانش المفروض اخلي سكيزو يقنعني اعمل الهبل ده. انا طلعت مغفل، كان المفروض اتوقع ده. سمعت سكيزو انه يضحك عليا. جيسي وليامسون كارلوس السافر الحقير. المفروض جاك كان عامل اكتر من حرق وشمك يا جيسي، كان المفروض يقتلك. قربت اوصل. بوزر، معسكر لوست ليك، ردوا. كازو في الطريق جايب الممزقين معاه. في حد سمعني؟ حد سمعني؟ زفت لوست ليك قرف. هي هناك لسه في مكانها. بوزر انت هنا؟ ريكي لوست ليك، حد سمعني؟ ديكن. ايوه ده انا. طيب استنى. ديكن، مايك بعت لك ناس بموتوسيكلات. ريكي الممثلين عايزين يقتلوا بوزر. ديك؟ لا 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 لا، استنوا، محدش يضرب نار. ده ديكن بعتنا ايرون مايك يدور عليك. ممزقين كملوا، وانا بعيدهم عنكم. لازم نرجع للمعسكر، ما تقلقوش هخلي بالي. لازم نوقفهم. كتير منهم. ارجوك ما تعملش لا، محدش يقع. كملوا حركة. تمام، الكوبري الرئيسي. احنا هنتفرق هنا، هروح لكوبري المشاة من عند الوحد. لو شفت بوزر قول له ان الممزقين جايين له، فاهم؟ حاضر، اهلا سيد جون. بالتوفيق يا ديك. وانت كمان لو شفت سكيزو الحقير اقتله. كويس، هتبقي كويس. اسمعي بصي. أيوة. انا بدور على بوزر وسكيزو، تعرفيهم؟ ايوه. تعرفي هم فين؟ انا ما اعرفش اصل كل حاجه حصلت بسرعه جدا. هم كانوا في كل حته، هم الممزقين، هم انتشروا في المعسكر. أه. كله كانوا بيعذبوني. أيوة. هم خطفوا جان واريك وبليك. اسمعي اسمك ايه؟ مستحيل. نيكول. نيكول بتستخدمي المسدس؟ تمام. ايوه. طيب شايفه البرج اللي هناك ده؟ عايزك تروحي وتستخبي فيه. لو جه حد من الممزقين هتفجري راسه، وانا هدور على اصحابك. اتفقنا؟ يلا بينا.
اهدوهم، احنا خلصنا الموضوع. ايوه احنا هنحرك على الطريق. شكرا ليك. هدوء، ما عندناش وقت ده. عارفين نيكول يا رجاله مش كده؟ طيب اسمعوني، اتحركنا ناحيه كوبي المشاهد، هي في البرج، روحوا ساعدوها دلوقتي. مش عايزين ممزقين يجوا من الوحل، فاهمين؟ انت جيت لي هديه من السما، كنت بدعي كتير قوي. طيب يلا بينا، يلا. تمام نيكول، انا خلصت المطلوب وجي دورك. شكرا. هنا افتكرتك دهت. بيكي فين بوزر؟ فين يا ريكي؟ دي الممزقين بيقتحموا العيادة، مش ممكن. استني هروح هناك دلوقتي، استنيني. ديكن زفت ريكي. أنا لازم أروح. لا سيبها تمشي. أرجوك بس. كلكم ضايعين ضايعين. لا 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 لا. افتكرتك هتفضلي جوه. انا سمعت حد بيصرخ، ما عرفتش اسيبه يموت. استنى 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 استنى، وقف وقف، هو كان ايه ده؟ الموضوع خلص. ايوه ايرون مايك وافق على وقف الضرب. ثانيه، ايه هو ايه اللي حصل؟ يلا نشوف ايه.
أنت كويس؟ يلا. أنا أسفة على كل حال. آه فعلا، وأنا كمان. مايك، ده بس مجرد سوء تفاهم، بس هم عايزين. دول هاجموا معسكري وقتلوا أتباعي، بتسمي ده سوء تفاهم؟ أنت كسرت معاهدتنا ودخلت في أراضينا واتفقنا على مشاركتها، وهاجمت كذاب وجبان. مايك اسمعني، بينا اتفاق. هيو، نزلوا سلاحكم. اهدوا واستنوا. سكيزو، أنا عاوز أعرف عن الصفقة دي. مش ممكن، استنى. طب ليه ما تقولوش؟ استنى، قول له انت ازاي بعتنا ليهم. انت عايز ايه مني بالظبط؟ اوه يا سكيزو يا حيوان، انت لو ما قلتلوش دلوقتي انا هقتلك حالا. حاضر حاضر. انا اتفقت مع كارلوس، ارتحت. مايك صدقني، انا ما خنش المعسكر، صدقني الصفقة تخصهم هما الاثنين، هو وبوزو. انت فعلا ده اللي كان عايزه، هما الاثنين. وازاي بتمشي امور الصفقة دي؟ عملت ده عشان المعسكر يا مايك، عشان اصلح الامور وارجع المعاهدة اللي هو كسرها. مايك ديك، سعيد انك لسه عايش، بس سيبه. ديك تمام. طب دلوقتي اللي هو بيقوله ده صح عن اتفاقك في الصفقة؟ الخسرانين بس اللي بيكذبوا. أيوة دي حقيقة. تمام، هنسلمك ديك وويليام رجال الموتوسيكلات أو أيا كان اسمهم، لكن سيب معسكر لوست ليك. هتبقى مرتاح على الآخر، أوعدك بده. ده ميثاق شرف، أقصد وعدك، شعارك الموقر اللعين الارتقاب بسلام. استنى استنى، إحنا جينا هنا بعد الهدنة. مفيش هدنة، ده معسكري وأتباعي، بأي حق تيجي وتطلب هدنة والدم لسه بيسيل على الأرض؟ مش هيحصل. أنا ما يهمنيش العيال دي عملت إيه، ما يهمنيش أنت عايزهم ليه، اللي يهمني إنك ما تأذيهمش. مايك، كان في اتفاق. لا، هي دي الصفقة يا كارلوس، وده بس اللي هتاخده منها. ودلوقتي خد أتباعك وامشي من معسكر لوست ليك، وإلا هنموت كلنا هنا ودلوقتي. هنكمل الهدنة دايما ومن هنا. انت فعلا حقيقي. بوزر! تمام، خليك معهم لحد ما يخرجوا من المعسكر. بص، الموضوع مخلص يا كارلوس. حاول تهدى شوية. ديك، ابعد من هنا، قلتلك ابعد. مايك، أنا بس عايز أقول لك، خدوه للسجن. إيه القرف ده؟ أنا هتصرف. ابعد عنه. بحاول دايما أتكلم معاكم وما بتسمعوش. مش دي الطريقة اللي بتتحل بيها الأمور هنا؟ ما بنتجرش في أرواح البشر ولا بنقتلهم بدم بارد. خرجوه من هنا. ابعد عني. هنضيف محاكمة عادلة زي الناس المتحضرين، وهياخد العقاب اللي يستحقه. أنا مش ندمان يا مايك، مش ندمان. كنت بحاول أني أنقذ المعسكر. محدش هيقدر يوقفهم، ولا حد هيوقف كارلوس. محدش هيوقفهم، سمعني؟ عارف ده كان مين؟
جيسي بيتهيألي انشغاله كقائد طايفة في نهاية العالم ما كانش كفاية انه كمان يسعى للانتقام. هو ده القذر الحقير. أيوة بيتهيألي هو عارف عننا من فترة. فاكر الليلة في كريزي ويلي ما كانش هجوم ممزق عشوائي؟ هو سكيزو هيفتن علينا ليه؟ والمكان اللي هياخدوه فيها دور عليه وقت. استنى سيب بعد اذنك سكيزو دلوقتي. اجمع عدتك وشوف ازايز مولوتوف وكل الاسلحه اللي ممكن تشيلها. بتفكر في ايه؟ انا عارف انها طيب فكره غبيه. دي فكره غبيه لكن برضو هنفذها. جيب المتفجرات من المأوى وسلك التفجير من اوضه سكيزو. نتقابل عند الجسر هشرح لك كل حاجه في الطريق. وافق على ده؟ ايوه بقى.